أعراسنا وأفراحنا، مناسباتنا وعاداتنا وتقاليدنا، كيف كانت زمان، كيف كانوا يغنوا لها، ينبسطوا لها ويعيشوا جوها. كان العرس عرس، وكانت اللمة عيلة وحمولة، يسافروا على الحج بهالليلة ويرجعوا بتعليلة. كل هالقصص غيرها وغيراتها راح نحكي فيها ببرنامج عود رمانة. أم يسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج عود رمان عبر أثير فجر أف أم. كملين معكم، كنا في الحلقة الماضية مع العم أبو مازن، حكينا شوي عن كبير البلد، كبير العيلة، كبير الحمولة، وحكينا لكم ووعدناكم بأنه نكون معكم بهالحلقة لحتى نعرفكم أكثر عن مين هو العم أبو مازن. رح نترك الحكي والحديث، الحلقة كلياتها اليوم حتكون ملك لإلك العم أبو مازن. نعرف السادة المستمعين، من هو العم أبو مازن؟ أنا لله عبد مصطفى محمود عبد الفتاح أبو عواد أبو مازن من قرية صبارين قضاء حيفا. والنعم. في منطقة تسمى منطقة الروحة. هي طبعا معروفة لدى الجميع، بتضم عدة قرى حواليها، وهي أكبر قرى الروحة. يعني تحيطها قرى من الغرب بريكس سندياني، من الجنوب كنير وكفر قرع، من الشرق أم الشوف وخبيزي، من الشرق الشمالي الكفرين الدالي، للشمال بتيجي الريحانية، للشمال دالة الكرمل اللي هي قريبة على حيفا، وفي بعض المستوطنات القديمة مثل مجمال وزمرين وشفية. من الجنوب برضو في عدة كبنيات قديمات بنعرف، يعني المراح والخضيرة وبنيمين وبردس حنة، هذول بنعرف قديمات. فعشت في صبارين أنا 13 سنة، خلصت الصف الخامس ابتدائي ودخلنا في السادس، صارت نكبة 48 طبعا. فلما صارت نكبة 48 احنا جماعة بداية حياتنا نقتني الجمال، جمالي يعني الجمال، يعني كانت تعتمد القرية او القرى بالاحرى اللي حوالينا كلياتها تعتمد على الجمال، على الجمال وزراعة الحنطة، قمح وشعير وذرة وكرسني وعدس وما شابه ذلك. فكنا نشتغل هذا الشغل على الجمال. أضيف إلى ذلك أن صبارين كانت هي اللي تأتيها وسائط النقل من حيفا ومن يافا، فكانت أهل القرى اللي هم تجار أصحاب الدكاكين الشوية بدهم يجيبوا بضاعتهم من المدن، فكانوا ينزلوا في وسائط النقل على هاي المدن يجيبوا بضاعتهم على صبارين. إحنا بدورنا نقوم بنقل هاي المواد على جمالنا، نوزعها على القرى لأصحاب الدكاكين. هاي بداية حياتنا. بعد ما خرجنا في 48 طبعا من لقرب منطقتنا على منطقة جنين، خرجنا من صبارين إلى منطقة جنين، فسكننا في منطقة جنين ما بنعرف حدا، بدنا نتعرف على الناس وجمالنا معانا. فكانت الدنيا صيف، خرجنا يوم 12/5/48 وجينا على بلد اسمها رماني، وقعدنا فيها فترة. كان الموسم موسم حصاد كمح وشعير وذرة، فبلشنا نشتغل على جمالنا للناس اللي هي مزارعة، نعرفش حدا، انتوا عندكم جمال يا عمي، تعالوا روحوا لنا هالقمحات، روحوا لنا هالشعرات هالذريات. بدت حياتنا بدائية وإحنا على أمل العودة، يعني كنا نسمع ما هي الدعاية صحيح. لا بد إلا من أي يوم من الأيام ترجعوا، انتوا بتغيبوا شهر شهرين ثلاثة، يعني كنا نعيش على أمل. فما طولنا بالسكن في هذه القرية، فانتكلنا على قرية أخرى اسمها العركة، والعركة هي موجودة قعدنا فيها سنتين. بموسم الزيتون نروح للناس زيتون، وبأيام الشيل نشيل لهم كمح وشعير، بأيام السماد نسمد لهم أراضيهم. طلعت دعاية إنه في اتحاد اسمه الاتحاد اللوثري استلم اللاجئين، فصار يودي مواد غذائية، والناس ما هي مثل الطيور تفرح للعلف. واحنا كنا يعني مدام في اشي بيحصل نحصل عليه ببلاش خلينا ناخذه. حلو. شايفي؟ فصاروا يوزعوا، فتفاجأنا انه الحرفية طالت، فصاروا يبنوا خيم، فبنوا خيم في منطقة عند الشهداء معركة جنين، شهداء العراقيين، بنوا خيم وسموه مخيم جنزور. مخيم جنزور سكننا فيه حتى اتت الثلجي بنهاية 49 بأوائل 50 وكبعت الخيام من شروشها. بتعرفي المنطقة إذا كنت جيتيها ست رهام، في هناك المنطقة منطقة أرض حمراء،
يعني دسنا بالوحل وبالرمل وبالطين، يعني تبهدلت الناس، الخيام تمزعت، يعني أثاث العباد راح كله ياتوا بالمية، مثل السيول اللي بيصير اليوم. طبعا انتهى الاتحاد اللوثري، أجت ما يسمى بوكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أغثونا ولا شغلونا، يتآمروا علينا إلى يومنا هذا. قالوا يا عمي بدنا نعمل مخيم غير هذا المخيم، فوين بدنا نعمله؟ في أراضي بلد اسمها قباطية. لما حسبوا التكلفة وجدوا التكلفة كثيرة، فمخيم نور شمس هذا اللي هو موجود الآن إحنا فيه، هذا كان سجن للإنجليز، لأنه في عدة بنايات مش أقل من 20 مسكن قديم لعائلات الإنجليز. قالوا هذا المخيم ما فيش له أجار، لأنه بدي ألفت نظرك أنه في هناك مخيمات الضفة الغربية بالذات كلها مستأجرة استئجار من قبل الوكالة 99 سنة، إلا نور شمس هذا للدولة اللي بتحتل المنطقة بيكون ما فيش له إيجار. قالوا خلينا نأخذه، هنأخذ هاي اللاجئين على مخيم نور شمس. إلا الله أعطاه دار لكيها جاهز يقعد فيها، مسابقة صارت، واللي مالوش جابوا له خيمة وقعدوا فيها، وبندفعش إيجارات لحد الآن شايفي. إلا إنه في هناك يعني ألفت نظرك لشغلي، إنه برضو جينا على هالبد مرشيشي وجينا على مخيم نور شمس في يوم 20/12/1950، يعني هذا أنا موثقه وعارفه يعني، وعملت عدة مقابلات بخصوصه شايفي. فسكننا في مخيم نور شمس، بتعرفوا الكرة اللي حوالينا، لا نعرف حدا ولا حدا بيعرفنا. فبلشنا إحنا نتعرف على الناس، في أيام الزراعة نروح نزرع معهم، بأيام إنكاش ننكش معهم، بأيام الزيتون نروح نجد زيتون معهم، بدنا نعتاش صحيح شايفي. أنا لله عبد، أول بداية حياتي جيت اشتغلت في بلدية طول كرم، يومي 5 صهر كرش. هاي بلدية طول كرم لما كان فيها واحد اسمه أبو برهان الجيوسي قبل حلمي حنون. اشتغلنا بالأرصفة، اشتغلنا بمد المواسير المية، اشتغلنا في المطورات الكهرباء، اشتغلنا يعني في عدة أقسام في بلدية طول كرم. فظليت أشتغل في بلدية طول كرم حتى 67، من 15 كرش وصل يومية 40 كرش، يعني كنا نمشي حالنا. يعني أنا حياة سيدك سيد أبوك، سيد أنا بعرفه تمام. أنا بعرفه لما كان يبيع كعك. أنا صار لي 69 سنة في طول كرم، يعني عائلة طول كرم كلياتها بعرفها، بكبارها وصغارها، بكبارها وصغارها، كل العائلة العمر كله. تسلمي شايفي. فظلينا لغاية 67. في 67 طبعا شتت العباد، شتت الناس سواء من المخيمات أو من القرى أو من المدن، فاختاروني أني أنا أكون أحد عمال الوكالة. فاشتغلت في الوكالة يوم 21/9/67، فخدمت في الوكالة 30 سنة، وكنت أنا عضو اتحاد موظفين، عضو الاتحاد، كنت سكرتير المجلس التنفيذي لقطاعي الخدمات والعمال، وين كان ينعقد مؤتمر اسمه مؤتمر اتحاد العاملين العرب في الشرق الأوسط، وين كان ينعقد في بلاد أجنبية أو عربية كنت أكون أحد أعضائه. فيعني صار معنا عدة إشكالات بيننا وبين الوكالة من حيث الرواتب وتقليص الخدمات. يعني أنا قابلت المرحوم حياة ياسر عرفات في غزة مرتين بهذا الخصوص، وكان هو فعال فعلا، يعني لأنه حسبناها إحنا أنه في دول مضيفة تستضيف اللاجئين مثل سوريا والأردن ولبنان، وقلنا أنه ما دام أجت السلطة ونحن نعتز بجيتها شايفي، قلنا هاي الدولة يجب أن تكون دولة مضيفة ويكون إن هي سند أمام غطرسة الوكالة. حلو. فاشتغلنا هاي الشغلة لمدة 30 سنة، وعشنا والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ومضينا حياتنا، واللي برضى بنيتي بعيش طبعا أكيد. طيب أنا بدي أوقف عند هاي النقطة. تمام، حكينا كثير تواريخ، حكينا كثير أحداث وسنين كلياتها، العم أبو مازن اختزلها جمعها بدقائق معدودة. شو اللي خلى هاي التواريخ ما تفارق الذاكرة عند العم أبو مازن؟ تواريخ يعني إحنا بنحكي ب 12/5، حكينا ب 21، يعني تواريخ حافظ باليوم بالضبط، لأنه حتى تاريخ أبنائي، تاريخ ولادتهم، تاريخ دراستهم، بسم الله ما شاء الله عليك، لأنه في هناك شغلة يعني إحنا كنا نأخذها في المدرسة في الصف الثاني والثالث. يعني لما إجا شاب ملك على اختيار قاعد بغرس شجر،
قال له يا اختيار انت يعني متأمل توكل منه هذا الشجر اللي كانت تغرس فيه؟ قال له يا ابني غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلوا. وأنا لله عبد بحب إني أنا كل شيء أمر فيها أنا أطلع أولادي عليها حتى هم يطلعوا أبنائهم، لأنه يعني هاي يعني هسه بتسألي ابن ابني شو اسمك أنت؟ أنا اسمي أيوب محمد مصطفى محمود أبو عواد سيدي أبو مازن، إحنا من صبرين، حافظ التفاصيل وعارف بفهمهم كل حاجة بتصير معانا شو به ليش حتى ما ينسوش. ما هو الدعاية الصهيونية الكبار يموتون والصغار ينسون، لكن للأسف الشديد أنا عملت أكثر من مقابلة في فضائية فلسطين في برنامج عنوانه كي لا ننسى، وفي برنامج عنوانه حكاياتنا، وفي برنامج النكبة، فكان يعني في فضائية النجاح عملت، وفي فضائية الكرسي المفتوح عملت، وعملت مقابلات في ثانويات ارتاح، في ثانوية الخواجة، في ثانوية عنفتة، في ثانوية شويكي، كله لحتى نركز على انه الصغار ما بينسوا، ما تنسوش يعني. يعني في سجلات اللي سجلات تشريفي في يعني البنات الثانوية، وأنا بهم أقولهم يا بناتي اللي بدها تسأل سؤال أرجو أن لا تكون الثاني تعيده، تجيب سؤال جديد وأنا علي أني أجاوبها. فالحمد لله رب العالمين، يعني الذاكرة بعدها موجودة. ويوم 10/8 السنة هاي أخذت إلى صبرين ودليت أولادي وقلت لهم يا أبو هاي مكان دارنا، هاي مكان دار عمكم، هاي مكان دار خالكم، هاي مكان دار فلان، هاي الحمولة الفلانية، هاي العيلة الفلانية، هاي الدار الفلانية. لو شو ما تغير المكان بتضل الصورة نفس ما هي مطبوعة. طبعا البلد مهدومي بس الآثار تعرفي ما هو سابقا بيش كانوا الناس يطرشوا دورهم، مش في طنبور وفي كانوا بشيد وبنيلي. صحيح. فالنيلي بتذوبش، النيلي بتضل نيلي، النيلي 100 سنة بتقعد. أكلهم هاي النيلي في دار فلان، هاي كذا. وجدنا في البلد في تين وفي رمان وفي في صبر. شو كانت مشاعرك لما رجعت بشهر 8 جديد 10/8؟ أنا صرت أبكي وبكيت أولادي وبناتي، يعني كان موقف مشاعر فياضة كانت. أنا صحيت بيت عتابة، أنا كلت بيت عتابة في البلد قدام أولادي وبناتي، قلت لهم يا دنيا اصلبينا وصبرينا على المآسي، اصلبينا وصبرينا يا دنيا على المآسي صبرينا، وإذا متنا صلبينا وصبرينا، يا ربي أعود عليك صبرينا وادفن فيك تحت حفنة تراب. بلش أولادي شايفين، وطلعت على المدرسة اللي درست فيها، السرق والصنوبر موجود، أساسات الغرف موجودة، عديت للي معاي 7 مدرسين درست فيهم، أذنت في المدرسة وصليت ركعتين لله تعالى ورجيت أولادي كل المواقع منهم منكم صالح الأعمال. فلا يعني بكل الرجال اللي عمل معك اللي يا ابن حلال انت يعني انا قابلت ناس اكبر منك ما عندهم هاي الفطنة وهاي الفكرة، كنت هذا من الله. انا الحمد لله انا ثقافتي ذاتية وليس ثقافة مدارس وجامعات. انت تعبت على حالك واشتغلت على حالك الحمد لله، وكنت صاحب إرادة انه فعلا تكون عندك ذاكرة ما يخيبها اي شيء، الحمد لله ما يغرها الزمان، ما يغرها الاشخاص، ما تغرها الاماكن. وفي هناك نقطة حساسة بحب اذكرها للعالم كله، كل شيء هالك الا وجهه، هاي آية قرآنية. ما بدومش الا رب العالمين. الفلوس بتنفعش، العمار بنفعش، بتنفع الحياة السعيدة، بتنفع الصحة السعيدة. شفت فلوس وشفت عمار وشفت ناس أغنياء وشفت ناس فقراء، للأسف الشديد ما واحد مخنا يعني في مقولة يا من بنوا علا وراحوا خلا كله حال يزول، البقاء لله، العودة إلى الله فوق كل حاجة. أنا جيت على طول كريم كان فيها دكاترة 2 لأسنان ودكاترة 2 باطنة، كان دكتور اسمه فتحي عمر من فرعون، وكان صلاح البسطاوي من نابلس، وكان حمدي شويكي لأسنان، وكان واحد نصراني اسمه ألبير مزبر، هذول اللي كان صيدليتين، صيدليتي السختيان وصيدليتي أبو غزالي، هذا اللي كان في وكان السوق كلياته من بلدية طول كريم الكديمي لذكين تبولولو، هاي طول كريم ما في إشي فيها. الآن الحمد لله رب العالمين الناس طمعت في الدنيا للأسف، للأسف الشديد الآن ما ظل في هناك روابط أسرية ولا علاقات عائلية، قطعت العلاقات بين الناس بعض البعض، بطل حدا يمون على الثاني، غرتهم المادة الهوجاء. ف يعني حديث بطل في قلوب بعض، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
فتنة بني إسرائيل النساء وفتنة أمة المال. نرجع بس، أنت حكيت عن الحياة السعيدة وعن الأشخاص السعيدين، الوجوه السعيدة، شو الذكريات السعيدة اللي محفورة في ذاكرة العم أبو مازن؟ طبعا احنا مرينا في مواقف سعيدة. نعم، نعم جدا. يا إما بأيام الطفولة يا إما بأيام الشباب أو حاليا. شوف الأيام السعيدة اللي كنا فيها في العطل المدرسية لما كنا نطلع نتلاكى احنا وأبناء الكرة ما حولنا، لأنه كانت منطقتنا غنية بالمياه، غنية بالأشجار، كنا نلتقى إحنا وأبناء الكرة المجاورين. نعم، أيام صبرين، ونقعد ونلعب ونضحك ونسبح بهالمي اللي حوالينا، ونأكل من عشب الأرض موجود كل إشي فيها، شايفي؟ كانت أيام سعيدة، أيام طفولة بريئة. طبعا لما خرجنا كان في هناك أريحية بين الناس بعضها البعض. في أنا لي عدة مواقف، إني أنا كنت زجال. فلما كان يصير الأفراح كانوا يستدعوني. حلو. سمعنا إشي سريع. تذكره. كثير يعني. إشي خفيف. عتابة وغناني ويعني يعني أنا بكيت أقول أنا من بني عود أسمى، إلي أفعال بالهجة تسمى، إذا بقتل لألف الماء باب سمى، وعدة ميات ما بحسب حساب. تصير تضحك الناس وتلعب، شايفي؟ فبكينا يعني كان أجواء حلوة، الناس مبسوطة، الناس تفرح، يعني حتى في الفرح اللي كان يصير هون في هذا في نور شميس، ما كنت تشوفي في العرس أنت طالب أو شاب مفرح كل لابسين حطات وعقول وكدميات يعني في عرس فايق أنا صحت بيت عتابة جننتهم فيه. طيب عمام مازن بدي أسألك سؤال. اسأل اثنين. تمام، سؤالين. طيب بدي أسألك سؤالين، هم بيرجعوا نفس الشيء. كنت تحكي قبل شوي أنه أنتوا كنتوا تروحوا وتاكلوا من الأرض ومن العشبة وهالقصص. حاليا عمرك جربت مثلا هيك وجبة من الوجبات السريعة، مثلا همبرجر، بيتزا، هالقصص؟ هاي أنا بيعملوها همي، أنا بأكلهاش. طب ليه ما بتاكلها؟ لأنه أنا الهمبرجر والمرتديلا كل المعلبات أنا بأكل منها السردين. السردين بس. طب يعني ما حبيت مثلا صار عندك فضول انه فعلا مثلا تاكل سندويشة همبرجر؟ لما مطلقة مش بحبهاش، مجربتهاش. مجربتهاش من اسمها. طب بيتزا؟ بيتزا بيعملوا في الدار. بتاكل؟ بوكل شكفي. يعني قصدي انه بتجرب هاي القصص اللي هي الوجبات السريعة. الوجبات السريعة تستخدمها يا ستي، الوجبات السريعة اللي انا بعتبرها وجبات سريعة، حبة زهرة، حبة ملفوف، حبة بطاطا، حبة بتنجان، بكل هاي وجبات السريعة بحط بها سندويش. صحة وهنا. تسلمي. يعني هذول بجيب هنا وبوكل هنا. طيب الأكل المفضلة؟ الملوخية. أكل مفضلة غريبة ما بيعملوها هسا؟ لا احنا بنعمل الأكل المفضل اللي بيحبوهاش الناس، المفتول بنعملها وبناكلها يعني المعظم، بس قصدي أكل زمان كنت تحبها وبتفضلها الناس لا ما بتعملها للأسف، أو يمكن مش الكل بيعرف فيها، نادرة هيك شوي. هاي في أكلات قديمة يعني منها البصامي. البصامة. البصامة مكوناتها. مكوناتها طحين وعجين، ونعملها أصابع مثل بكلها اليوم. كرابيج حلا. كرابيج حلا. هاي أنا مكان كلها بصامي. بصامي. شايفي نعملها ونحطها بهالقطر، وهاي بيام اللي شو بكان نعمل كل على العوامي، إحنا بكان عنا كلها لقمة القاضي. لقمة القاضي. لليوم في بيحكولها. لا هاي بكان نعملها إحنا بزيت يعني هاي بأيام الشتوي مثل هو هاي الأيام كنا إحنا في زمان البلاد، وذكر الأولاد فيها إحنا كنا نعمل الحمص. بليلة؟ لا ولا هويسي، شيل هويسي هاي الحمص، نجيب ضمام بس يستوي الأرض وهو يابس الحامل يعني. لا مش لا يابس يابس. مش أخضر، يابس. نحركه ونفركه نعمل قضامي، إما مالحة وإما حلوة. شايفي؟ وبعدين كانوا ييجوا تبعين منطقة رام الله يجيبوا قطين، القطين نبدلهم في المادة الفلوس قليلة، بشعير وبقمح، الرطل برطل، القطين هذا نخزنه يا مشتوية يكون الحلو. كيف نعمله؟ نبسي ببسيسي. شي البسيسي؟ البسيسي طحين وزيت، طحين وزيت مع القطين هذا، ونام مشفة تسكعيش. شايفي؟ بيعطي بدفي الجسم طبعا، ما يعني بنطي طاقة حرارية. طيب عشان احنا اخذنا الوقت في حلقة اليوم، اخر اسئلة سريعة جدا. اكتر لعبة كنت تلعبها وانتو صغار تحبوها؟ الطابة. الطابة. الطابة.
الطابي لانه عندنا وساع، عندنا بيادر وساع، كانوا طاردوا الخيال عليها. كنا نلعب الطابي وبيقولوا لها اللحكه. الزقيطة احنا بنحكيها. أيوة أيوة زقيطة. زقيطة. طيب تقريبا اخر سؤال، العم ابو مازن عنده ابناء وعنده احفاد وعنده زوجات بنات واطفال، اكثر شخص بتحبه؟ أنا بديش اعمل انا لا هو انا بحب اللي بيطيعني. اللي بيطيعني انا بحبه وبتفادى امامه، واللي بزعلني بزعل منه زعل وقتي. عمر الكلب ما كره ابن بطنه وابن ظهره. صح. طيب اخر سؤال بدي اختم حلقه اليوم، من قدوه العم ابو مازن؟ قدوه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا كثير لك عم ابو مازن، احنا كان بودنا انه نحكي اكثر واكثر في حلقه اليوم. ان شاء الله في الحلقات القادمه من برنامج عود رمان. شكرا كثير لك. معلومات وتواريخ وذاكره مليئه جدا. احنا حاولنا نختصر شوي من التفاصيل لانه لسه في كتب وكتيبات عند العم ابو مازن وحكي كثير. فشكرا كثير لك بوجودك معنا اليوم في برنامج عود رمان. شكرا للسادة المستمعين، شكرا للهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، مني أنا رهاوي وحبل، كل التحيات لكم وإلى اللقاء.